عناصر كثير مثل شهيد بالعقيد احمد العمر ابو عمار يرابطون على استراد دمشق درعا الدوله. الله اكبر والعزه لله. ضبط الموقد للعساكر. الله اكبر ولله الحمد. عناصر كتيبة الشهيد العقيد احمد العمر ابو عمار يرابطون على استراد دمشق درعا الدولي لقطع اي امدادات تصل الى الخربه. الله اكبر والعزه لله. وهذا هو الاستراد المقطوع. الله اكبر. اليوم 45 على التوالي. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. الله اكبر.